بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، وفي ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. نحن اليوم مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم نعيش معها، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهدي كتابه الكريم. وهذه السورة الكريمة هي سورة الحجر، سورة الحجر، وهي السورة الخامسة عشرة في ترتيب المصحف، سبقتها سور متعددة، سبقتها سورة الفاتحة وسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة الأنفال وسورة التوبة، ويلي سورة التوبة سورة يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم. والحمد لله انتهينا من تفسير هذه السور الكريمة، ورحلتنا اليوم مع سورة الحجر، وهي من السور المكية الخالصة، وكان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سورة نوح. ويبدو أن هذه السورة الكريمة تعد من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وسبق أن قلنا عند تفسيرنا لسورة الأنعام أن سورة الأنعام يغلب على الظن أن نزولها كان تقريبا في السنة الرابعة من البعثة، وقلنا بأن هذه السورة الكريمة قال المفسرون بأن نزولها كان في السنة الرابعة من البعثة، لأنها نزلت بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا كم سنة؟ 3 سنين. 3 سنين مكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس سرا، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يجهر بدعوته، ونزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهذه الآية الكريمة هي من سورة إيه؟ من هذه السورة التي نبدأ في تفسيرها، وهي سورة الحجر. فسورة الحجر
من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن، وعدد آياتها 99 آية. ويرى بعض المفسرين أن نزولها كان بعد نزول سورة يوسف عليه السلام. طب لماذا سميت بسورة الحجر؟ سميت بسورة الحجر لورود هذا اللفظ بها، ولم يرد هذا اللفظ في سورة أخرى، فسميت بسورة الحجر لورود هذا اللفظ فيها دون أن يرد في غيرها. طب من هم أصحاب الحجر؟ من هم أصحاب الحجر؟ أصحاب الحجر هم قوم سيدنا صالح عليه السلام، قوم سيدنا صالح عليه السلام الذي أتت قصته بعد قصة سيدنا هود عليه السلام. وأصحاب الحجر هم قوم صالح عليه السلام، إذ كانوا ينزلون في مكان يقال له الحجر، ومعنى الحجر يعني المكان المحجور، معنى المكان المحجور أي الممنوع أن يسكنه أحد سواهم. فمعنى أصحاب الحجر يعني أصحاب هذا المكان الذي كانوا يسكنون فيه ولا يسكن معهم أحد سواهم، من الحجر بمعنى المنع. تقول في أنا في مكان محجور، يعني في مكان ممنوع أن يسكنه أحد معي. هذه معنى الحجر، أي الممنوع أن يسكنه أحد سواهم لاختصاصهم به. فهم كانوا يسكنون في هذا المكان ولا يستطيع أحد أن يدخله إلا بإذنهم. ولذلك سيدنا صالح وهو ينصحهم يقول لهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. فهم كانوا يسكنون في ذلك المكان ويبنونه بالحجارة، وكانوا ماهرين وحاذقين في بناء تلك المساكن. قال الله عز وجل حكاية عما قاله نبيهم صالح لهم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ومساكن قوم سيدنا صالح ما زالت آثارها موجودة إلى الآن في أطراف أو في الأطراف الشمالية من المملكة العربية السعودية، في المنطقة التي تقرب من منطقة تبوك شمال الجزيرة العربية. وعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك، عندما بلغه بأن الروم يريدون أن يهاجموا المسلمين أو أن يهاجموا المدينة المنورة، الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة ليست طويلة، بسنة أو بسنة ونصف أو ما إلى ذلك، كانت غزوة تبوك. ومر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه على مساكن قوم سيدنا صالح اللي هم أصحاب الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وقال لأصحابه:
لا تدخلوا في بيوت الذين ظلموا أنفسهم، يعني اعتبروا بآثارهم لكن لا تدخلوا إيه مساكنهم. وسورة الحجر عندما نقرأها نراها كغيرها من السور المكية تهتم بإثبات وحدانية الله، تهتم بإثبات أن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله، تهتم بإثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه، تهتم بأن يوم القيامة حق وأن الناس سيحاسبون على أعمالهم، وتهتم أيضا ببيان حسن عاقبة المؤمنين وببيان سوء عاقبة المكذبين، وتهتم أيضا بأن تسوق لنا جانبا من قصة آدم عليه السلام وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبئ الناس بأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة لمن آمن وعمل صالحا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تهتم السورة أيضا بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من قومه، وتفتتح بقول الله سبحانه وتعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا تفتتح سورة الحجر بالحروف المقطعة، وقد ذكرنا أن هناك كام سورة يا أخوانا افتتحت بالحروف المقطعة؟ 29 سورة. هناك سور افتتحت بحرف واحد، هناك سور افتتحت بحرفين، هناك سور افتتحت بثلاثة أحرف، هناك سور افتتحت بأربعة أحرف، هناك سور افتتحت بخمسة أحرف وهكذا. وقلنا بأن أرجح الآراء في افتتاح بعض السور القرآنية بتلك الحروف المقطعة أن الله سبحانه وتعالى يتحدى بهذا القرآن الناس إيه جميعا، ويقول لمشركي قريش ولغيرهم ممن كانوا يعرفون اللغة العربية هذا هو القرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى بلغة هي لغتكم وبأسلوب أنتم تعرفونه، فإن كنتم في شك في أن هذا القرآن من عند الله فهاتوا إيه
مثله، أو هاتوا 10 سور من مثله. وفي النهاية قال لهم هاتوا إيه؟ سورة واحدة من سور القرآن الكريم. فهل استطاعوا؟ تحداهم أن يأتوا بمثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، فماذا قال؟ قال لا لهم فأتوا بعشر سور من مثله. تحداهم في النهاية أن يأتوا بسورة واحدة ولو كأصغر سورة، ولو كأصغر إيه؟ سورة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا إيه؟ شهداءكم، ادعوا من يشهد لكم، ادعوا أصدقاءكم، ادعوا من يعاونكم لكي تأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن الكريم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لمن؟ للكافرين. فهل استطاعوا؟ لم يستطيعوا. فثبت أن هذا القرآن من عند من؟ من عند الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فافتتحت السورة الكريمة بقوله عز وجل ألف لام را، تلك ده اسم ايه يا اخوانا؟ اسم إشارة. يعود إلى ايه؟ يعود إلى الآيات القرآنية، أو يعود إلى آيات تلك ايه؟ السورة. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يعني تلك السورة التي نقرأها عليك يا محمد، أو تلك الآيات القرآنية التي أنزلناها عليك يا أيها الرسول الكريم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يعني هذه الآيات التي أنزلناها إليك أيها الرسول الكريم هي آيات الكتاب، يعني القرآن. وقرآن، يبقى الله سبحانه وتعالى مدح القرآن الكريم. المراد بالكتاب القرآن الكريم. ولا يقدح في هذا ذكر إيه؟ لفظ القرآن بعد ذلك، لأن الآية الكريمة تقول تلك آيات الكتاب اللي هو القرآن وقرآن مبين. يبقى جمع الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم في مفتتح هذه السورة كم وصف يا اخوانا؟ وصفين. وصفه بأنه كتاب الله، ووصفه بأنه قرآن كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك قال العلماء جمع الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بين الاسمين، اسم القرآن كتاب واسم القرآن قرآن. لما؟ تفخيما لشأنه وتعظيما لقدره. زي ما أنت تمدح إنسان فتقول له أنت إنسان كريم عظيم، يبقى كريم صفة لهذا إيه؟ الإنسان. وعظيم برضو صفة لهذا الإنسان. فتريد أن تجمع له بين وصفين إيه؟ كريمين. ولذلك قال سبحانه تلك آيات الكتاب، يعني القرآن، وقرآن مبين. ومعنى مبين يعني إيه يا أخوانا؟ يعني آياته واضحة من بان وأبان. تقول فلان أبان الشيء، يعني إيه أبان الشيء؟ يعني وضحه وأصبح واضحا.
ووصف الله القرآن في كثير من آياته بأنه مبين، يعني إيه؟ يعني واضح، تقرأه على الأمي فيفهم ما يستطيع أن يفهمه منه، وتقرأه على غير الأمي فيفهم أيضا الكثير منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تلك آيات القرآن، تلك آيات الكتاب وقرآن إيه؟ مبين. ثم بعد ذلك تنتقل السورة الكريمة في الآية الثانية لتبين لنا بأن أولئك الذين أشركوا مع الله في العبادة آلهة أخرى سيندمون إن عاجلا وإن إيه آجلا. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولفظ ربما كما يقول علماء اللغة العربية، قال الإمام الشوكاني: ربما، وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في إيه؟ في الكثير، لكن أكثر استعمالها في إيه؟ في الشيء القليل. أقول لك: هل حضر فلان؟ فتقول لي: ربما. تقول لي إيه؟ ربما، يعني قد يكون حضر وقد يكون إيه؟ لم يحضر. أدي معنى ربما، حرف يدل على إيه؟ الشيء القليل، وأصلها أن تستعمل في القليل وقد تستعمل في الكثير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي ود الذين كفروا عندما تنكشف لهم الحقائق، ود وتمنى الذين كفروا عندما تنكشف لهم الحقائق، عند حضور الموت، يوم القيامة، عندما يرون النصر للمؤمنين، ود الذين كفروا، يعني أحب الذين كفروا عندما تنكشف لهم الحقائق، فيعرفون أنهم على الباطل وأن المؤمنين على إيه؟ على الحق. في هذه الحالة يتمنون لو كانوا في الدنيا إيه؟ مسلمين، لأنهم وجدوا أن الله قد رضي عن المؤمنين ولم يرض عن إيه؟ عن أولئك الكافرين. فمعنى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي أن المشركين وأن الكافرين وأن المنافقين يتمنون في يوم أو عند حضور الأجل أو عند نهاية حياتهم أو يوم القيامة، عندما يرى الكافرون المؤمنين وقد دخلوا إيه؟ الجنة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا إيه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه إيه؟ فيه الرحمة، وظاهره من قبله إيه؟ العذاب. ينادونهم، أهو ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيه؟ ينادونهم: ألم نكن معكم؟ خذونا معكم. ينادونهم:
ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. والقرآن الكريم يبين ذلك في آيات متعددة، منها أن المشركين يتمنوا أن يكونوا مسلمين عند حضور الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا لا عودة، كلا، كلا حرف إيه يا أخواني؟ زجر وردع. كلا أي لا عودة إلى الدنيا بعد أن فارقتموها. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هم يتمنون ذلك عندما يعرضون على النار يوم القيامة، والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها قول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. الآية التي في سورة يا أخوانا؟ الأنعام. ولو ترى إذ وقفوا، يعني المشركون والكافرون والفاسقون والمنافقون وقفوا على النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، نرد إلى أين؟ إلى الدنيا. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ويرد القرآن: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فمعنى قوله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، أي أنهم عندما يرون سوء مصيرهم عند خروج الروح أو عند الحساب يتمنون أن لو عادوا إلى الدنيا لكي يقولوا يا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ولكن لا عودة، لأن سنة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن من مات لا يعود إلى الحياة مرة أخرى، وإنما يحاسب على عمله، والله عز وجل لا يضيع أجر، لا يضيع أجر من أحسن عملا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن حسنت أعمالهم وممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.